مسألة حقوق المرأة تخص تماماً المرأة كما حقوق الإنسان عفواً تخص تماماً المرأة كما تخص الرجل وتخص الأطفال. لذلك يجب الاهتمام، ونحن نناقش الحقوق والحريات، يجب الاهتمام بإنشاء دولة المواطنة المتساوية، إنشاء دولة الديمقراطية، إنشاء دولة حقوق الإنسان والحكم الرشيد، إنشاء مجتمعات متسامحة. في هذه الحالة نستطيع أن نصل إلى حقوقنا نساء ورجالا دون تمييز. أثبتت التجارب السابقة، كل التجارب السابقة أثبتت أن خيارات المرأة هي ذاتها خيارات الرجل، وهي في بناء دولة مدنية تعمل على إرساء مبادئ المواطنة وحكم القانون. ولقد امتلأت الشوارع والساحات في دول الربيع العربي بالرجال والنساء من أجل هذا الحلم. هناك حكمة تقول: يبدأ تاريخ الدول في قلب رجل أو قلب امرأة. المرأة العربية، المرأة المناضلة في تونس وسوريا ومصر واليمن، التي قادت ثورة حقيقية ضد المستبد، ضد الدكتاتور، والتي سعت إلى عهد جديد من الحرية والعدالة والكرامة في بلدانها، والتي مستمرة في خوض هذا النضال حتى تتحقق دولة العدالة والحق والقانون. أود أن أحيي المرأة التركية العظيمة التي خاضت نضالاً أسطورياً كبيراً، وقادت ملحمة تدرس للأجيال وللشعوب في أن كيف تحمي المرأة مجتمعها ودولتها وديمقراطيتها، وكيف تشارك الرجل يداً بيد نحو بناء دولة العدالة والقانون، ونحو رفض الانقلابات العسكرية. لقد أعطت المرأة التركية درساً قوياً لكل نساء العالم، بل أعطى الشعب التركي العظيم لكل شعوب العالم الدرس أن الشعب حينما يريد ينتصر. وقد أراد الشعب التركي العظيم حماية ديمقراطيته وحماية دولته، وقد كان وكانت المرأة في مقدمة الصفوف. شكرا لكل المناضلات، شكرا لسوريا وللمرأة السورية وللمرأة الفلسطينية التي تخوض نضالها ضد الاحتلال. شكرا لكم.